الاستماع على موجات راديو ميد. مكملين معكم كالعادة في الروبريك متاعنا في أخبارنا وتغطيتنا الخاصة دائما لأهم الأخبار يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى في وسائل الأعلام. والخبر اليوم يجينا من ولاية سوسة. مرأة وخلينا نعطيه ولا نصفها امرأة عزباء عندها أربع صغيرات، أنجبت أربع صغيرات خارج إطار الزواج. المعلومات الأولية تقول أنه الأربع صغيرات هذوما حاولت المرأة هذه بيعهم بقيمة 3 للصغار هذوما اللي تولدهم أبارامون للهدف هذا. هذا على الأقل مبدئيا ما يتم تداوله حقيقة الأخبار هذه والصحيح من الغلط نكتشفوها مع الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في سوسة سي محمد حلمي المساوي اللي حاضر معنا بالتليفون. مرحبا بك سي محمد حلمي. مرحبا بك لالا، مرحبا بكل السادة المستمعين. أهلا وسهلا بك. دونك ما بين امرأة عزباء وتبيع في الصغار نتاعها وإيقافها مش إيقافها، هل عملية البيع صارت ولا وإلا التفريط فقط باش للتربية وللعناية للعائلات هذوما اللي يستقبلوا الصغيرات؟ الحقيقة صحيح من الغلط في هالأخبار هذه كلها بالضبط سي محمد؟ هي بالنسبة للمرأة هذه كما تفضلت سيادتك وقلت هي أم عزباء عندها نحن ديكلونشمون تاع الموضوع أنه فما عندها صغير تم التفريط فيه سلمته لعائلة أخرى بمقابل أو بدونه. الحقيقة ما فما حتى شيء ثابت، ما عندناش مطايا ثابتة في الملف تأكد على الأقل أنه فما التفريط فيه بمقابل. على كل حال نحن العائلة هذه وديكلونشمون تاع الموضوع أنه المرأة حبت تسترجع الصغير. علاش حبت تسترجع باش تتخلص منه ولا باش تسترجع باش تعاود تربيه ولا ما الى ذلك؟ المهم كي العائله هي مشات تشكي على اساس انها صغير كوكوات تكفلت به وقابل تعتني به والمراه هذه حبت تسترجع، دونك صار المشكله على الصغير. ايوه دونك الفرقه المختصه في الاعتداء بالعنف ضد المراه والطفل بالطبيعه هذه فرقه معنا بالمقتضى القانون الجديد هي تختص بالقضايا هذه اللي فيها بالطبيعه حساسيه معينه. دونك تم اعلامنا بالموضوع. احنا رينا كنيابة عمومية انه فما جريمة بغض النظر الساعة انه تم البيع ولا لا، مشينا في الجانب الثابت من الموضوع انه امرأة انجبت طفلة وتخلت على التربية متاعها وهذه جريمة بمقتضى القانون. تسمى جريمة معناها اهمال شؤون قاصر يعاقب عليها القانون طبقا الفصل 224 من المجلة الجزائية. ونظرا لما يتسيه هذا الفعل معناها من خطورة اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بها. نزلت بالطبيعة المرأة هذه بحالة احتفاظ امام النيابة العمومية يوم امس وتم إصدار بشأنها بطاقة إيداع من أجل الجريمة المذكورة. بطبيعة ستمثل اليوم معناها أمام المحكمة بحالة احتفاظ بإيقاف، دونك تم إصدار فيها بطاقة إيداع بالسجن. دونك في انتظار المحكمة هي اللي بس تقرر بطبيعة الحكم اللي تراه ملائم للأفعال المنسوبة لها من طرف النيابة العمومية. بما أنه سي محمد حلمي معناها الواقع الكل تم الكشف عليها انطلاقا من شكاية قدمتها إحدى العائلات اللي تبنيت ولا خذيت واحد من الصغيرات هذوما باش تربيهم، العائلة هذه ولا المشتكين هذوما ما قالوش اسكو دفعوا فلوس ما دفعوش، صارت في إطار عملية بيع ولا تفريط فقط، ربما تكون أسباب اجتماعية خليتها ولا مالية خليتها تعطي الصغير باش يربيوهم؟ معناها خاطر الفرق ما بين انك مثلا تعطي تبيع صغيرك بالفلوس، يعني لهنا تولي زاد فيها متاجرة راهو معناها بالبشر بالصغيرات هذوما، وما بين انت مثلا لظروف اجتماعية تعطي العائلة هذيك باش تربيها وميم طون تنجم في كل وقت تمشي تطل عليها ولا تكون انت معاها موجودة ولا. دونك لهنا ثم فرق في التفاصيل نتاع الحكاية. العائلة هذه ما قالوش شنو بالضبط كيفاش تحصلوا على الصغير بالبيع ولا بالتفريط ولا شنو؟ بالنسبة لنحنا كنيابة عمومية رينا حسب أوراق الملف، ما نجمش نعطيك لي ديتاي تبع بالطبيعة لسرية الأبحاث، مادام المحكمة ما قالتش كلمة فصل الموضوع ما نجموش ندخلوا في لي ديتاي كله، ولكن الثابت أنه حسب رأي النيابة العمومية أنه لا يوجد ما يثبت عملية الاتجار هذه، لأنه لو كان فما تجار ممكن يسرى فما قانون ينظم الاتجار في البشر والتفريط فيه وما إلى ذلك. على خاطر كما تعرف نفتح قوسين راهي معناها الجرائم راهي تبنى على اليقين وليس على الشك معناها والتخمين. دونك نمشيو بالأمور الثابتة، مجرد تصريحات أطراف يقول لك راني بعت والآخر يقول لك راني شريت في غياب أدلة قاطعة معناها ما نجموش نمشيو في معناها
في جريمه الاتجاه. وتنجم ما يتلقاوش لهنا الحجاج معناها على انها صارت عمليه. دونك نحن مشينا في المعطيات الثابته، بطبيعه المحكمه عندها الصلاحيات الكافيه، كان رات معناها ضروره لقيام بابحاث جديده ولا رات معطيات جديده، لها الحق انها تتخلى عن القضيه اذا رات انها صبغه جنائيه، والا تطلب من النيابه العموميه احاله تهم جديده اذا رات انه ثم جرائم اخرى مرتكبه. ولكن كان النيابه العموميه دورها تكييف الوقائع رات انه الوقائع تتمثل اساسا في جريمه اهمال شؤون قاصر طبق الفصل 224 من المجله الجزائيه، وعلى هذا الاساس تم احالتها واصدار بطاقه ايداع في الشان من طرف النيابه العموميه، باش تمثل اليوم امام المحكمه المختصه اللي هو المجلس الجناحي دونك لاتخاذ ما يراه. بطبيعه كما قلت المحكمه لها الصلاحيه الكافيه، ولكن نحن كنيابه عموميه كيفنا انه من الافعال الثابته حسب اوراق الملف ان الموضوع يتعلق بجريمه اهمال شؤون قاصر طالما لم يثبت لدينا وجود عمليه هذه الاتجار ولا البيع بمقابل. باهي، فيما يتعلق ببقيه الصغار، لان الحديث لهنا هذايا الصغير هذايا اللي حكوا عليه هو الصغير الثالث، يقولوا نوع هي في المجمل عندها اربع صغيرات، اللي ثلاثه منهم فرطت فيهم اللي عائلات اخرين، وهذايا الثالث اللي قامت بالتفريط فيه واللي على اساسه هو تم اكتشاف التصرفات. الموضوع افكتيفمون نحن الموضوع بالنسبة لنا تعلق بمعناها طفل واحد، هذا هو الديكلونشمون تاع الموضوع، أن فما أصغار أخرين ما فماش كيف كيف في الملف، ما عندناش حد شيء ثابت، هذه بتذاكر معناها فما دارت على مواصل التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أن عنده أكثر من صغير وما إلى ذلك. نحن بالنسبة لنا احنا في المحضر اللي تعرض علينا فما إشكالية في خصوص طفل واحد هو اللي كان منطلق نتاع القضيه هذه، الصغار الاخرين اسكو موجودين ولا مش موجودين، واسكو تم التفريط فيهم بالفعل ولا لا، الحقيقه ماهوش موضوع البحث اللي معناها تعهدنا به. وفي عمليه الايقاف سي محمد حلمي، فقدت المراه هذه اللي زاد كيف كيف الحديث على ايقاف والا طرف ثالث اللي هي المراه الوسيطه بين العائله والام هذه اللي هي تقوم بعمليات البحث على العائلات باش يتم بيع الصغيرات هذوما، فماش طرف احتفاظ احنا هنا كنيابه عموميه بتاتر. فما موضوع اخر من الموضوع اللي نحكيو عليه هذا، فما الاحتفاظ كان بالمراه هذه التي نسبت لها النيابه العموميه جريمة اهمال شؤون قصر. دونك طرف فقط في طرف واحد. وبالنسبه للعائلات، العائله هذه اللي خذت الصغير، ثم تتبعات قانونيه معناها تنجم تلحقها ولا لا فيما يتعلق؟ والله تتبعات قانونيه لو كان فما رينا معناها فما كيف كيف زاد سوء معامله الطفل هذايا ولا فما مقابل ولا ما الى ذلك يمكن تصير تتبعات، لكن على حسب المعطيات اللي عندنا مشينا في اهمال شؤون قاصر واللي وجدت التهم للمراه اللي هي تم اللي فرطت في الصغير. دونك مشينا في المعطى الثابت. خاطر لهنا في القانون ظهر لي انا نعرفش انت ادرى بالقانون، حتى زاد العائلات اللي معناها تستبنى صغيرات ولا ياخذ صغيرات باش يربيهم لازم زاد يعلموا عليهم عند السلطات المعنيه باش تكون الامور كلها قانونيه، يعني حتى هما عندهم جانب. نحن بالنسبه لنا احنا مشينا في الجانب الثابت من لا احنا نحكيو عامه سي محمد حلمي مش في القضيه هذه، مع عامه بطبيعه فما اجراءات بالنسبه للكفاله واجراءات بالنسبه للتبني، فما اجراءات قانونيه، ولكن ينجم كما نقول كما معناها اسفت الذكر انه ينجم انسان معناها باش يخلي صغير ولا تو في اطار علاقه ولا قرابه باش يخلي صغير عنده لمده معينه مش في اطار كفاله ولا تبني، ما فيش معناها ما فماش جريمه في الموضوع. دونك نحن مشينا في الجانب الثابت من الموضوع ان هي تخلت على صغار وحبت تسترجعهم في عمرهم، معناها الطفل هذا في عمره، دونك رينا انه ثابت الجريمه في حقها اللي هي اهمال شؤون قاصر، انك تسيب صغيرك بالطريقه هذيك في العمر هذاك، دونك رينا في جانبها جريمه. بالنسبه للعائله الاخرى مبدئيا ما عندناش حتى شيء يودينا. باهي. خاطر شي ما حلوش، هما لا حلوا روضه لا في اطار معناها التجار ولا عمليه التجار منظمه، بطبيعه هذه حسب المعطيات اللي عندنا وحسب مرتاته النيابه العموميه. كما قلت المحكمه هي درجه اذا صح التعبير درجه ثانيه لمراقبه اعمال البحث الكل ومراقبه حتى قرار احاله النيابه العموميه، ولها بطبيعه انها تاذن حتى بقيام بابحاث ولا بحث اجتماعي ولا ما الى ذلك، ولا حتى اذا رات ثم تهم اخرى ولا ثم حتى جريمة الاتجار لها أن تتخلى عن القضية اللي فات المحكمة المختصة ورجع الملف للنيابة العمومية لاتخاذ ما تراه. وبالنسبة للصغير هذايا للرضيع سي محمد حلمي، دونك قعد عند العائلة اللي تربي فيه وإلا تم إحالة الوضعية نتاعو لمندوب حماية الطفولة؟ والله بالنسبة للصغير ما عنديش، ما نحبش نعطيك معلومة غلطة، مي المؤكد
أنه فما معناها فما الاتصال بمندوبة حماية الطفولة وما نعرفش الحقيقة شنو هو الإجراء اللي تم الاتخاذه في شأن ثابت أنه بطبيعة الأم هي في حالة احتفاظ. الحقيقة ما نحبش نعطيك معلومة ما مانيش متأكد منها. يعطيك صحة، شكرا ليك سي محمد حلمي المساوي الناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية في سوسة على تدخل على التوضيحات اللي قدمتين. نرجعوا تتسويت للموزيكا، استنوا شوية آخر سحرورة في تمخميخة وحضروا كل ورقة وستيلو باش خاطر ما يفوتكم حتى شيء وما تفوتكم حتى هكا التفاصيل الصغيرة لتمخميخة اليوم بالحلو والحار تكتشفها بعد شوية.